السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل بسبوسة سريعة بدون بيض. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1.25 كوب سميد، بالبداية أضيف كوب وبعدين أضيف الربع، 1 كوب حليب باودر، 1/4 كوب زيت نباتي، 3/4 الكوب شكر، وثلث كوب كريمة إذا متوفرة عندكم، وإذا ما بس حليب إحنا راح نضيف، وهنا رشة ملح، و1 ملعقة أكل بيكنج باودر، و0.5 ملعقة أكل فانيلا. خلطنا هاي المواد وضفنا 1 كوب حليب سائل يعني حليب عادي. انخلطت هاي المواد، ضفنا الربع الثاني مال السميد يعني 1/4 كوب. في البداية ضفنا 1 كوب وبعدين ضفنا الربع. وهنا عندنا هذا القالب، دهنا بزيت نباتي وشغلنا الفرن على درجة حرارة 200 وخليناها بالفرن. طبعا هنا من بعد ما صبيناها بالقالب تركناها تقريبا 10 دقائق بمكان دافي. زيناها باللوز وخليناها بالفرن واخذت وقت تقريبا 20 إلى 25 دقيقة، ومن طلعت شوفوا شلون شكلها ذهبي. صبينا عليها الحليب المحلى المكثف، وممكن تصبون شيرة اذا ما تحبون الحليب او ما متوفر عندكم، وقدمناها وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم والف عافية. لا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.